انشغل رواد السوشيال ميديا بمواضيع وأخبار عديدة هالأسبوع، من ضمنهم عودة شخصية كرتونية شهيرة إلى الواجهة، تطبيق مثالي لمحبي السفر والمغامرة، والتفاعل الكبير اللي بتشهده منشورات منصة فكاهية على إنستغرام. شخصية كرتونية شهيرة عادت إلى الواجهة وصارت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي. شوفوا معي مين؟ محبي شخصية بيكاتشو على موعد مع فيلم بوكيمون ديتكتيف بيكاتشو السنة الجاية، ونال تريلر الفيلم أكثر من 42 مليون مشاهدة بعد طرحه بأسبوع واحد بس. أنا محمسة كتير لأحضر الفيلم، وإنتو؟ إذا كنتو من محبي سفر فرح تحبوا هالأبليكيشن كتير. بيساعدكم تطبيق ترافل بوكت تحطوا لايحة بأسماء المدن والمواقع السياحية حول العالم اللي حابين زروها، هيك ما بتنسوها أبداً. والحلو إنه فيكن تعرفوا رفقاتكن وين بدهم يروحوا وين راحوا، وتتشاركوا خبراتكن سوا. مين منا ما بيعرف حساب 9 جاج على السوشيال ميديا، هالمنصة الشهيرة اللي بتنشر صور ومقاطع فيديو طريفة كتير. مع حوالي 48 مليون متابع على إنستغرام، 40 مليون متابع على فيسبوك، 14.6 مليون متابع على تويتر، عم تسجل هالمنصة أضخم موجة تفاعل مع منشوراتها مقارنة بصفحات شبيهة لإلها، فكل فيديو على إنستغرام بينال حوالي 8 مليون مشاهدة بوقت قياسي. أثار كلب وفي ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد ما انتشر مقطع فيديو مؤثر لإله بشكل كبير. شوفوا معي شو قصته. الكلب اللي عم نشوفه سوا ضل ناطر صاحبته على الطريق بالصين، وتحديدا بالموقع اللي تعرضت فيه للقتل لأكثر من 80 يوم، على أمل إنه ترجع ويروح معه، ونال هالفيديو أكثر من 770 ألف مشاهدة على يوتيوب. انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفترة الأخيرة بابتكار جديد لبيل جيتس أطلق عليه اسم مرحاض المستقبل. نشر بيل جيتس مقطع فيديو على حسابه على موقع يوتيوب بيشرح فيه آلية عمل هالمرحاض، سرعان ما نال الفيديو أكثر من 350 ألف مشاهدة. فعلى حد تعبير بيل جيتس ما بيحتاج هالمرحاض للمي ليتم استخدامه، فهو بيستخدم مواد كيميائية لتحويل الفضلات البشرية لسماد. هول هن أخبارنا لليوم، لاقونا الأسبوع الجاي بأخبار وترندز جديد.